نظمت إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة حفل تخريج الدورة الأساسية لفني الطوارئ الطبية والقوات الخاصة لسنة 2007، وكان ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور عمر الشرهان مدير إدارة الطوارئ الطبية. وقد أقيم الحفل على مسرح إدارة الطوارئ الطبية الكائنة بمنطقة صبحان. وقد حضر الحفل مسؤولي إدارة الطوارئ الطبية وقيادي وزارة الداخلية ممثلة بإدارة القوات الخاصة والأساتذة المشاركين بالدورة وأهالي المحتفى بهم ورجال الصحافة والإعلام. ففي البداية ألقى الدكتور محمد الشرهان مدير إدارة الطوارئ الطبية كلمة بمناسبة تخريج الدورة الأساسية لفني الطوارئ الطبية والقوات الخاصة. مرحب فيكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا الحفل لتخريج دفعة من أبنائكم وأبنائنا فني الطوارئ الطبية، ونبارك للأخوة الذين تخرجون هذه الدورة، ونسأل الله أن يعينكم ويوفقكم. الآن يعني تنتقلون إلى مرحلة جديدة، من مرحلة الفصل الدراسي إلى مرحلة الشارع والحياة العامة، من مرحلة الدمية إلى مرحلة الإنسان الحقيقي لحم ودم ومشاعر وحالة نفسية. الوضع مختلف جدا، ولكن العمل المطلوب هو ما يختلف. وبالتالي يعني مطلوب منك انك تضيف الى هذا العمل الناحيه الانسانيه المطلوبه للتعامل مع هذا المصاب وهذا المريض. ثم القى الطالب جابر دشتي كلمه بالنيابه عن اخوانه الطلبه الخريجين. انه لمن دواعي سرورنا ان نلتقي بكم في يومنا هذا وفي حفل تخرجنا الذي انتظرناه فتره طويله. فترة بذلنا فيها الكثير من الجهد والتعب والسهر حتى من الله علينا بالنجاح والتوفيق، فلله الحمد والشكر والمنة أولا وأخيرا ثم الشكر، كل الشكر والتقدير إلى مسؤولينا وأساتذتنا الذين قدموا واستهدوا لتوصيل أفضل وأيسر صورة. لذلك نخص بالشكر للأخ الفاضل ربان السفينة السيد مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور محمد الشرهان. وفي الختام قام الدكتور محمد الشرهان مدير إدارة الطوارئ الطبية بتوزيع الشهادات والدروع على الناجحين لطلبة فني الطوارئ الطبية والناجحين لطلبة القوات الخاصة. مشاهدينا الكرام، شاهدنا من خلال التقرير السابق تخريج عدد من الطلبة التابعين لإدارة الطوارئ الطبية، وتعرفنا منذ يومين على بعض المهام الإنسانية والصعبة التي يقوم بها المنتسبون في تلك الإدارة، وهي بالطبع مهام لا تخفى على أحد وجهد يستحق الشكر والثناء. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي الدكتور محمد الشرهان مدير إدارة الطوارئ الطبية والأمين العام لبعثة الحج الكويتية. حياك الله معنا ومساء خير بداية. الله يحييك، شرفني أكون وياكم.
أتشرف فيك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني اليوم موضوعنا من شقين أو من جزئين، راح نتكلم إن شاء الله عن إدارة الطوارئ الطبية وتخريج الطلبة الحديثي التخرج، أيضا الشق الثاني إن شاء الله راح نتكلم عن بعثة الحج الكويتية. صحيح. بداية نبارك طبعا الطلبة الخريجين بمناسبة تخرجهم، ونتساءل عن الدراسة ومدة هذه الدراسة لطلبة إدارة الطوارئ الطبية، وأين تتم أيضا هذه الدراسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الدورة هي إحدى دورات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دورة خاصة تقام لصالح وزارة الصحة، دورة فني طوارئ طبية مدتها سنتين بعد الثانوية العامة، وبعد هذه السنتين أو خلال هذه السنتين يتعلم الطالب كل ما يتعلق ب وسائل ومهارات إنقاذ الحياة في يعني ما قبل المستشفى، في الشارع، في المنزل، في الآخرة. بعد هذه السنتين يأخذ شهادة دبلوم ويعين في وزارة الصحة على الدرجة الثالثة الخامسة والثلاث علاوات. يشتغل بعدها في سيارات الإسعاف لإسعاف وإنقاذ المصابين. أكيد. هنا طبعا نوضح من خلال برنامج مساء الخير الكويت أن إدارة الطوارئ الطبية نقدر نسميهم المسعفين، يعني هم الله يعطيهم العافية رجال الإسعاف. عموما دكتور، عملية تصنيف الخريجين، هل هناك عملية معينة تصنفون فيها في إدارتكم إدارة الطوارئ الطبية هؤلاء الخريجين؟ لا، الخريجين لما يتخرجوا من الدورة يعني لهم تقدير طبعا، الأول والثاني إلى آخره، إنما كلهم كدفعة تصنف تصنيف واحد فني طوارئ طبية، ويوزعون على مراكز الإسعاف المختلفة قدر الإمكان، كل واحد يعني في المكان الأقرب من بيته، ولكن يراعى كذلك النقص وين موجود على أساس يسد. نعم، أنا راح أتكلم طبعا عن النقص ولكن إن شاء الله فيما بعد، ولكن ذكرت أنت مدة الدراسة دكتور تقريبا سنتين، طبعا هي بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولكن أنا ودي أتكلم عن شروط الالتحاق بالدراسة. هناك دائما شروط لأي عملية مثل تخريج أو عملية دراسة معينة لطلبة معينة. الشروط أن يكون يعني كويتي الجنسية، حاصل على الثانوية العامة، القسم العلمي، الآن كنا قبل ما نشترط، الآن تشترط الهيئة أن يكون من القسم العلمي. الأدبي ترفضونه طبعا، كنا نقبله في السابق، الآن يعني النظام الجديد يعني حيقتصر الظاهر على القسم العلمي. وهذه فرصة أمانة أني يعني أدعو الشباب الكويتيين الخريجين الثانوية العامة أنهم يلتحقون بهذه الدورة. المهنة بصراحة مهنة إنسانية بحتة ونبيلة، بالضبط، مهنة تتعلق ب إنقاذ الحياة، إنقاذ الأرواح، مساعدة الناس، يعني كثير من الأحيان نقوم بأعمال مو أعمالنا، ولكن لأن فيها مساعدة للناس، لأن فيها رفع ضيق عن بعض الناس نقوم بهذه الأعمال. هاي كلها أمانة، يعني بعد ما أنت تنقذ مصاب وتروح تشوفه بعدين قاعد يمشي بالشارع، يا سلام، شنو هال الشعور الجميل اللي انت يعني تشعر فيه، وتحس انك فعلا يعني انطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شعور ما اقدر انا اوصفها بصراحه، ولكن ولذلك ادعو الشباب امانه يعني انهم يعني يفكرون جديا بان يلتحقون بهذه الدوره. يعني واضح دكتور انك مجرب الشعور، خاصه ان اذا ردت الروح الى شخص معين تختلج في النفس مشاعر إنسانية نبيلة. عموما دائما يعني مدة الدراسة سنتين ودائما في نقص في هذه الإدارة، خاصة أنا ودي أعرف عدد الخريجين، طلب الخريجين في هذه الإدارة، والميزات التي يحصلون عليها عشان إن شاء الله اللي يتابعنا من خلال برنامج مساء الخير الكويت يقدم يعني أوراقه وانتسابه إلى المعهد الخاص في عملية تدريب وتخريج إدارة الطوارئ الطبية. الدفعة هذه كانت فيها ثلاث يعني فئات.
الفئة الأولى اللي هم طلبة فني طوارة طبية تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، أخذوا يلي احنا نسميها الدورة الأساسية مالتهم بعد ما يخلص 3 فصول كاملة. هذه الدورة هي يعني استعادة لما أخذ من معلومات الطوارئ الطبية، يأخذها فيها الكم أسبوع هذه. وتخريجهم كان بأنه بعد ما خلصوا هذه الدورة المكثفة، لأن بعدها حيكون عمل في مراكز الإسعاف، عمل ميداني، يشتغل في سيارة الإسعاف، يعني يتعامل مع مرضى حقيقيين. بعد ما كان يتعامل مع دمية في الفصل الدراسي أصبح لا في الشارع وفي المنزل، يطبق ميدانيا جميع اللي خذاه بإشراف أخوان المسعفين اللي حيشتغلوا وياهم في مراكز الإسعاف. الفئة الثانية كانت المعينين الجدد في إدارة الطوارئ الطبية، كذلك ندخلهم هذه الدورة. هم مسعفين خالصين، ولكن عشان تأكد أنهم يعني ملمين بما سبق أن أخذوه وننعش ذاكرتهم، فندخلهم هذه الدورة المكثفة. ويمكن شفتوا كذلك مجموعة من الأخوة من القوات الخاصة كذلك كانوا معنا، حريصين الله يبارك فيهم أن يدربون هالمجموعة هذه على يعني كيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطبية الطارئة، فدخلناهم هذه الدورة وعندهم سيارات إسعاف حيشتغلون عليها، وإحنا حنكون سند لهم إن شاء الله.